لكن نشكر على تبديل واحد وهو أحمد إبراهيم. أنا أشكل على هذا التبديل. الوقت الضائع للتنويه، الوقت بدل الضائع كان أربع عليها. دقائق، أحمد إبراهيم نزل بالدقيقة 95، يعني بعد الوقت الضائع بدقيقة. هذا التبديل كابتن. إذا أريد أتكلم يحتاج لحلقة كاملة يعني صراحة، يعني من المعيب أن يكون هناك معيب بحق أحمد. بحق أحمد هو تحت أمرة المدرب طبعا. لكن إذا تبديل أحمد بقصد إهانة أحمد فهذا يحتاج لشيء الكثير. شنو مصلحة كاتانيتش أن يهين أحمد؟ لحد ما نعرف الظروف اللي موجودة داخل البعثة أستاذ علي حبيب، إحنا نتكلم على تبديل صار قدامنا يعني. طيب ربما نتيجة 1-0 ومهيئ أحمد والهدف إحنا التعادل. إحنا ما نحكم، قلت لك أستاذ علي يحتاج قلت لك أن نعرف الموضوع. احتمال إنه رعد إنه تعور يعني حصلت له إصابة ودخول أحمد. خروج بعد انتهت اللعبة. لا 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 يعني بعد ما انتهى المباراة ودخل فقط ما عنده دخوله انتهت المباراة. احتمال إن هناك كانت إصابة لرعد، إذا كانت إصابة هذا عذر يعني. وإذا الوضع طبيعي. إذا الوضع طبيعي لا هذا المدرب يتحمل هذا التبديل ويتحمل هذا التغيير. قلت لك يحتاج شيء كثير. إذا كان بقصد فإهانة أحمد إبراهيم فيحتاج شيء كثير. إن شاء الله ما تكون كل اللاعبين في خدمة المنتخب منتخب العراق. لكن إذا أنت مدرب كابتن من ما تحتاج لاعب بكل احترام، أنا ما أحتاجك في تشكيلة، ما أهينك. ما أنزله يعني صراحة. فبعض المدربين يتعاملون بهالطريقة هذا. فإذا كانت إنه هناك مشكلة في الوحدة التدريبية أو في المباراة السابقة مع أحمد إبراهيم، أو إنه أحمد من خرج في المباراة السابقة غير راضي على التغيير وتصرف مع المدرب بهذه الطريقة، فهذه قلت لك أمور كلها موجودة داخل البعثة. وأيضا إنه إذا كان هناك مشكلة يجب إنه أحمد أيضا دور إنه بهذا الموضوع إنه يفهم الشارع الرياضي. بالتأكيد راح ننتظر الرد ونتعامل بحسن نية مع بعثة المنتخب العراقي وننتظر شنو التوضيح والغاية من إشراك أحمد بالدقيقة الأخيرة أو خصان الوقت آخر 25 المنتهي لا لا يعني معيب يعني صراحة يعني غير لاقة بأحمد إبراهيم بلاعب منتخبنا يعني. وإن شاء الله ما تأثر عليه وهو لاعب خدم المنتخب العراقي. لاعب أحمد علي الأحمد لاعب محترف في النادي العربي أيضا إنه راح مو يتساءل ولكن إنه عندما يرجع للنادي راح إنه حتى التعامل مع بعض اللاعبين راح يكون هناك سؤال مع أحمد ليش هذا إنه المدرب التعامل معك بالطريقة هذا وهذا التبديل اللي حصل. لكن نتمل إنه يكون هناك خير يعني في هذا التبديل يعني ما أعرف إذا كان هناك خير. ما متفائلين بهذه لأنه فعلًا التبديل كان صدمة. لا صراحةً أنا كلاعب رسم ضجت. أنا كلاعب شفت التبديل. كلاعب أنا أخدم بلدي صح والبلد يحتاجني بأي لحظة، لكن إذا توصل مرحلة إنه المدرب يهني بهذا التبديل لا أوقف عند حده يعني.